صلى الله عليك يا مولاي يا رسول الله. صلى الله عليك وعلى آلك المظلومين. لعن الله الظالمين لكم من الأولين والآخرين. أبد الآبدين ودهر الداهرين إلى قيام يوم الدين. يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. فارت النور مقلتي فسالا، وغطى السهل موجه والجبال، وطفات فوقه سفينة وجدي تحمل الهم والأسى أشكالا. فسمعت الضوضاء من كل فج، كل لحن يهيج العوالا. فقلت ماذا عراء ميم؟ فقالت جاء عاشور. جاء عاشور فاستهل الهلال. قلت ماذا علي فيه؟ فقالت ويك جديد لحزنه سربالا. يا أنا والله لو طحنت عظامي واتخذت العمى لعيني اكتحالا، ما كفاني إلا وليس شفائي هزة تجفل العدا إجفالا. فتكة الدهر بالحسين إلى الحشر، علينا شرارها يتوالى. أيها الحزن لا عدمتك زدني. اي لا تفارقني يا حزن، شهرين متتابعين اريد اكون حزين. حرقتان في مصابه واشتعالا، حمد لله اجا عاشور وامتد العمر.
ضمر بي ورد البس اهدوم السود واخدم بالحسيني. حمد لله اجا عاشور وامتد للسنة عمري احضر من برك مولاي ابكي ودمت تجري ولو ناعي مصابك صاح او الشمبل لطم صدري بلكي ويا الخدم اسمي يتسجل بتعزي. ايام والنهاي لا انخاك ان انت صير قارئ ومستمع. يلا وياي. يا ابو اليمة العمر ذابل غصنة ويبسته ورودة ايا واسفق لعمر الراح واللي راح شي عود اخافا صفحة اعمالي لما تنكشف سودة وانا دخيلك يا ابو السجادة ريدك تنغر علي. هذا لسان حالك البيت يرد اقرأ الآن. مو لاجلي الثواب بشاي ولا داعيك عالاجرة بس قل لي بعد كم عام ابكي ويمك الزهرة اريدا جمرة مصابك تبقى بضامري ام وجرا. فاطمة تحكي ها يا شيعتي نصب التعازي وساعدوني بالسيف والسم والسجين خلصوا بنيني طول الدهر ما نشفت من الدمع أصبح حزين نايحة وامسب عزي ليلي ونهاري على أولادي شغلي بالسم خلصوا والعزيز حسين مذبو بالغاضر يظل ثلاث تياب مطرو بلي غسل والحرام مشوح الهدي أين المتفجعون حسين. الليلة العزاء لفاطمة ها وينك سيدتي خدامك يسألون. قالت من ماتم الماتم بوسط المجلس الدور بلبس السواد مبرقعة والضلع وتصيح شي يا ابني يا شيعة يوم عاشور كل المصايب هونتها مصي ولا ولا ابكي على اولادي قضاو بالسيف والسيف ابكي على ابوهم قتيل لابني ملجا وان كان بالله تسألوني يا هو عظام كل المصايب هونا. في شباب ما يتجاوبون معانا. كل المصايب هوناتها منهم برض طيبة ومنهم برض كوفان منهم بسامرة ومنهم في خراسة واقضم مصيبة مصيبة المذبوح عطشة
كل المصايب هونتها مصيبة. بعد سيدتي عددين وين ولادك؟ هذا البيت يجرح قلب كل غيور. ولا بلد إلا وتوجد منهم رموس، بغداد سامرة والبجنبي وفي طوس، أما أولادي بكربلا اندفنا وبلا. هيا مصاب حسين برض الغاض، ثلاث على حسين وحزني على حسين. ما سامعك تنعي. حتى البر يجاو ويانا احجينا مولاي ابو علي، خدامك وشيعتك الليلة يسمعون منك. قال يا شيعتي نصب العزاء وابشوا على تعفير خدي في الوطي. زوروا ضريحي عقب موتي واقصدوني، وابشوا على عظمي الرزية واندبوني. كل ما شربت الماي يا شيعة عطشان ضامي مشربت قطرة، ما واحد اللي انصاب من قبل فجيعة، لكن مصابي ما جرى مثله يا شيع. شفت ابو ذبحة وعلى صدره رضيعة، قدام عيني تعفري بسهم المني. أنا يوم الذي شفت يلوج وذوب حشاي، شلت ورحت للقوم منهم أطلب ويل، وجاه السهم من حرملة وتعفر حذاي، ويده على صدري لواحة وشبح لي، وابني علي الأكبر من الميدان جاني ويصيح يا ابويا العطش غير الواني، وتعذرت لو راح عني ولا لفاني، لكن نظرت على الثرى جثرمي. ويلاه لو تنظروني شلون جبت يم الخدور، جسمه مبضع بالسيوف ودمه يفور، وانا على العباس مني الظهر مكسور من وقفتي فوق ضلوعي من حني. سيدي اعظم مصيبه عليك يا هي من هنا اللي ذكرتها. قال هذان كلهم مو مصايب عظيمه. منو العظيمه سيدي؟ والله مصابي يفطر الصم الجلاميد، طول الدهر ما تنسي واحزانه الزيد، الاعظم علي دخول زينب وين مجلسي زيد، ويا اليتامى دخلت حسره ومنسبي.
احكي بعد بيتين بالمقدمة على لسان زينب. ها قالت يا ابن عمي بخرايب قعدونا قعدونا وشتمة وجدنا الهادي وابونا وماتت بالخراب ابني تخونا يتيمة شوقوها القوم أكثر وعلى حسين وحزني وياي على حسين إلك لكن الأمر لله والعاقبة للمتقين. بسم الله الرحمن الرحيم. إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. صدق الله العلي العظيم. مطهرون نقيات ثيابهم تجري الصلاة عليهم أينما ذكروا. أما بعد، أيها الأخوة المؤمنون وأيتها الأخوات المؤمنات الخفرات، السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. لعام 37 بعد 1400 من الهجرة أضم صوتي إلى أصواتكم لكي نجدد البيعة مع سيد الشهداء ونعلن ولاءنا بكل ما أوتينا من قوة ونظهر محبتنا وتشيعنا له ونرجو بذلك شفاعته ونرجو بذلك رضا الله والقرب من رسول الله. كما أني أضم صوتي إلى أصواتكم لكي نعظم الأجر إلى ساحة سيدنا ومولانا المعزى بقية الله في أرضه الإمام صاحب العصر والزمان عجل الله فرجه. ومن منن الله علينا أن عدنا وعادت السلامة معنا تحت هذا الظل الظليل برعاية الله وعنايته وبدعوة من هذا المأتم الشريف المقدس. ولا يسعني في هذا المجال إلا أن أترحم على رواد هذا المأتم والخطباء الذين رقوا هذا المنبر، وأدعو لكم بالسلامة، وللخطباء الذين سبقوني ولا زالوا على قيد الحياة كذلك بالصحة والعافية، والله أسأل أن يوفقنا لكل خير يرتضيه، راجيا ذلك ببركة الصلوات بأعلى الأصوات. بارك الله فيكم. ما يمكن أن نعرف الحسين إلا أن نعرف من خلال أقوال وأفعال وتقارير رسول الله، وما يمكن أن ناخذ القول والتقرير والفعل بعين الاعتبار إلا أن نعرف رسول الله ونعظمه مثل ما عظم القرآن. خلنا نشوف
من هو المصطفى؟ إذا عظم وكبر بعيننا رسول الله، أي فعل أي قول يجينا منه ناخذه بعين الصدق والاعتبار. القرآن حجة، فقد قال الإمام أمير المؤمنين عليه السلام: واعلموا أن هذا القرآن هو الناصح الذي لا يغش، والهادي الذي لا يضل، والمحدث الذي لا يكذب، وما جالس هذا القرآن أحد إلا وقام عنه بزيادة أو نقصان، زيادة في هدى ونقصان من عمى. القرآن هو دليلنا إلى الله، هو الحجة، هو المنبع الصافي، هو اللي ما يختلف عليه اثنين من المسلمين. فكل أساليب القرآن حجة علينا. أول شيء نشوف القرآن شلون خاطب الأنبياء. خاطب الأنبياء من آدم إلى عيسى بياء النداء: أوعوا يا شباب، التفتوا الكلام خادمكم. ويعني القرآن يقصد، يريد لما يقول يا آدم، يا نوح، يا إبراهيم، يا زكريا، يا يحيى، كلهم خاطبهم بياء النداء. أحسنت. إلا المصطفى سيدنا رسول الله أشرف خلق الله، الله ما خاطب بياء النداء باسمه، كل يا أيها النبي، شوف الإجلال والاحترام، يا أيها الرسول، حتى يريد من عندنا مثل ما الله جاي يحترمه احنا هم نحترمه، احنا هم منقدسه وننطي مكانته مو ننتقص منه. يعني شايف اليوم واحد جنابك تكلمه تصيح عليه باسمه، لكن اذا تريد تعظمه تريد تزيد من شأنه تقول له ابو فلان، جناب الحجي، حضرة السيد. هاي الألقاب إذا صدرت مني ومنك يمكن عبث، ولكن إذا إجت في دستور السماء، ولا مرة الله خاطب النبي باسمه، كل يا أيها النبي، يا أيها الرسول. بعد واجبي أنا وإنت شنو اتجاه النبي؟ جد تكون نحترمه. تعال إلى إشارة أخرى بالقرآن. خاطب النبي وين ما خلى نفسه جل في علاه جاء بالنبي معه. اسمعوا الآيات: إن الذين يؤذون الله ورسوله، إنما وليكم الله ورسوله. هاي صراحها الله والرسول: ما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله. إن الله بريء من المشركين ورسوله. ولو أنهم ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله، مو كافي استغفروا الله، الله يقول لا، واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما. والآية اللي بعدها: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرج مما قضيت ويسلموا تسليما. شوف العظمة. ومرة يخاطبه طه، يعني يا رجل، يعني إذا واحد يستحق لفظة الرجل هو أنت يا رسول الله.
ومرة يقول له ياسين، ومرة يحلف بي رب الأرباب، يقسم بالنبي يقول له لعمرك إنهم لفي سكرتهم يعمهون. قسم بمن؟ الله يحلف بنبيه. هذا العمر الذي قضى النبي كل بطاعة الله، الله يحلف هذا العمر المقدس. وكان يعتني به عندما خلقه أول خلقه وجاء به إلى عالم الأصلاب، الله يقول له والذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين. يعني أنت الله اعتنى بك وكرمك، ما خلاك في صلب إنسان مشرك حتى يسجد المشرك وأنت في صلبه شنو ويسجد لصنم. أنت اعتنى بك وخلاك في أصلاب الساجدين. والذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين. وإجا خلى قانون للنبي أنه أنا وأنت ما نتخطى ما نتعدى. اليوم أنا وياك إذا نمشي أتقدم عليك وتتقدم علي، هاي من باب المجاملة والاحترام. لكن إذا النبي يمشي لا، حرام نمشي قدامه. يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله. إذا أنا وأنت نسولف أصيح عليك تصيح علي ما في إشكال، ولكن إذا على صوتي بمحضر رسول الله خير شر تحترق أعمالي. هذا قانون الله خلاه. اسمعوا الآية، يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. إذا تريد جنابك تشاور النبي كن تنطي صدقة. ما يمكن أن تشاور النبي إلا تنطي صدقة. يا أيها الذين آمنوا إذا ناجيتم الرسول فقدموا بين يدي نجواكم صدقة. وأنا قريت فد رواية عجيبة والله، يعني هزتني. اسمعوها، الإمام الصادق فرد يوم روحي له الفداء أكل ومد إيده وقال الحمد لله رب العالمين، وقاعد يمه رجل قال له إلهي إن هذا منك ومن نبيك عن الأكل. قال له أشركت مع الله؟ أخي انطيني مهلة، شلمة الشرك مو سهلة، هذه مفردة اللي يقولها هذا محصن. هسه بعد ما لنا علاقة عد أعماله، هذه مثل ما نقول خيمة الله اللي يقول لا إله إلا الله دخل تحتها. هذا دمه وبيته وعرضه وأمواله هذا مصان. هسه إذا يختلف معك بالرأي ذاك شيء آخر، مو يشترك معك بكل ما بل يقول به المسلم. ولكون ما يؤمن بمفردة واحدة أنت تجي تكفره وتبيح دمه، مو هيك، غلط. تعال قنعني. هذا القتل والسب وهاي لغة العاجز. القرآن بصراحة والتلميح يقول إبراهيم قال أفتعبدون من دون الله ما لا ينفعكم شيئا ولا يضركم أف لكم ولما تعبدون من دون الله أفلا تعقلون. شلون حكي منطق لو لا كون شلون يجاوبونه منطق؟ قالوا حرقوه وانصروا آلهتكم. شوفوا الأسلوب الوحشي شلون، أو يمسخر مثل ما نوح كان يسوي السفينة وكلما مر عليه ملأ من قومه سخروا منه. هذا هم أسلوب كثير من الناس يمسخروننا ويحكون علينا، مو هكذا. أوردها سعد
وسعد مشتمل ما هكذا تورد يا سعد الإبل. تعال قنعني بالدليل القاطع بالبرهان بالحجة. فقال له أشركت مع الله؟ قال الإمام الصادق قل اللهم إن هذا منك. قال له أما قرأت قوله تعالى وما نقموا إلا أن أغناهم الله ورسوله من فضله؟ أكو أكثر من هالصراحة بالقرآن؟ اللي يغني من؟ الله ورسوله. الله جاي يقول وما نقموا إلا أن أغناهم الله ورسوله من فضله. بعد قال عن النبي وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، وقال عنه وما ينطق عن الهوى، وقال عنا وإنك لعلى خلق عظيم، وقال عنا فبما رحمة من الله لنت لهم، وقال سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد عبده مو سهل هالكلمة، وقال ولسوف يعطيك ربك فترضى. والأهم والأعظم منة الله علينا، لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم. أكثر من 100 آية إجت تقول يا أيها الذين آمنوا في بدايتها، فد مرة هاي يا أيها الذين آمنوا تأخرت، لأن هذه الآية الله توجها وشرفها بذكر اسمه، فقال إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. وقال ما أتاكم الرسول هذا اللي أنا استحضرته الآن، وإلا نسيته أكثر مما ذكر كافيا بعد ما أتعبكم، هالمقدار يكفي ولو آية واحدة أنا أجيب واستدل بها على عظمة النبي. زين سمعتوا هالآيات شقد تجل النبي وتعظمه؟ ها الآن هذا العظيم هذا الجليل القادر لما ما يجي لك من عند التقرير أو فعل أو قول شلون تأخذه شلون تتلقى؟ مثلا تسمعون أن النبي تمرض والمريض يراجع الطبيب لولا، لكن هذا إجماع المسلمين النبي لما ما وجد في بدنه ضعف وين راح؟ ها لقد كان لكم في رسول الله. اجا قال يا فاطمه يولا وغطتها بالكساء اليماني. هذا الفعل اذا صدر مني او منك اجيب عيالي او بنتي او اخوي واغطيه بلي بعبايتي بغطاء عبث يمكن، ولكن اذا صدر من رسول الله يعني يقصد، لأنه قول فعل ما يصدر من عنده إلا بأمر السماء. الله يقول ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين. هذا يجي وتدثر فاطمة ويلتحق بيمان الحسن روحي له الفداء، وبعد الحسين وبعد الأمير، وتجي فاطمة وهالتغطية لما غطاهم النبي. تدري أم المؤمنين عليها السلام أم سلمة شنو هذا الموقف وشنو معناه؟ جت تركض أدخل معكم يا رسول الله؟ قالها مو معناها إذا ما دخلت معانا أنت مخشمرة، لا أنت على خير، لكن أنا عندي هدف أرد أحدد هؤلاء أهل بيتي. ولما ما قال النبي وأخذ بطرفي الكساء اللي ضمها الأشباح الخمسة اللي من ضمنهم هذا اللي أنا وأنت جاي نحيا بلي بدمائه بنضاله بجهاده، الحسين قال هؤلاء أهل بيتي، وقالت الآية
إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. الحسين مرة تحت الكساء ومرة في المباهلة يباهل به رسول الله. شنو المعنى؟ يعني لا تردون تنتصرون يا مسلمين مثل رسول الله صيروا، أخذوا الحسن والحسين حتى تنتصرون. لا، في صحيح مسلم والخبر يروي معاوية قال قال رسول الله الحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة. هم فتشتوا باطن هذا الحديث؟ تأملتوا فيه؟ الجنة اللي فيها آدم ونوح وإبراهيم وعيسى وموسى ويحيى وزكريا، يوم القيامة في الجنة سادتهم الحسن والحسين. شرد أقول عنك سيدي أبو علي مولاي، زين شنو معنى هذا احنا بكاءنا عليه؟ اذا هذا جلالة قدره احنا نبكي على الحرمة اللي انهتكت. اذا الله لهذا اليوم يطالب، فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها فكذبوه فعقروها فدمدم عليهم ربهم بذنبهم. زين شنو المعنى انا اقول لك فقال لهم رسول الله حسين مني وأنا من حسين؟ والفكرة يمك شنو سووا بالحسين عليه السلام؟ إذا القرآن ليل نهار يصيح قتل أصحاب الأخدود النار ذات الوقود إذ هم عليها قعود وهم على ما يفعلون بالمؤمنين شهود. إذا الله يروي لي مقتل هابيل ابن آدم وتعبد بقراءته ليل نهار، شنو المانع أنا أن أروي لك مقتل الحسين بن علي عليه السلام؟ وهذا بكاءنا. شايف الطفل؟ الطفل لما يريد ماي يجوع، يريد ينام، ما يعرف يعبر إلا بمن؟ بالبكاء. إحنا قاصرين أمام عظمة الحسين، مرة نريد نبين حبنا إليه، ومرة نريد نشكو مصيبته إلى الله، ومرة نريد نستنكر على أعدائه. وهاي لما تجمعها كل واحد يستنكر بطريقته تطلع صرخة دمعة صيحة لطم، وهذا جواز من القرآن. وتولى عنهم وقال يا أسفا على يوسف وابيضت عيناه من الحزن فهو كظيم. قالوا تالله تفتأ تذكر يوسف حتى تكون حرضا أو تكون من الهالكين. ما بسك تذكر يوسف وتبكي عليه. قال إنما أشكو بثي وحزني إلى الله وأعلم من الله ما لا تعلمون. زين هذا نبي ويبكي على نبي، ما بالك بسيد الأنبياء في الجنة إذا نبكي عليه؟ ولا الحسين من رسول الله، والرسول بنص القرآن رحمة، وإذا واحد يبكي على رحمة الله يلام؟ لا والله ما نلام. لهذا دوروا في أمهات الكتب تلقون من أبرز سنن رسول الله هو البكاء على الحسين. دوروا تلقون هذا. الله يقول قل لا أسألكم عليه أجرا، جاوبني بارك الله فيك، إلا المودة في القربى. كل واحد يدعي أنه يود القربى يحبهم، لكن القربى ومودتهم إلها مصاديق، هاي مصاديقها. يلا إذا واحد يقول أنا أحب آل رسول الله خلي يستنكر، خل يطلع ويقول نعم قتل الحسين مظلوم. لذا هاي الكلمة وأختم بها المجلس، يقولون واحد ملك طلع للصيد، تبع لصيده تيه الطريق
لقى له خيمة، يا أهل هذا الخباء طلع له ولد رحب ما يدري بيه الملك، عدهم نعجة ذبحها إله شات، والخيمة انطاها إله وطلعوا هو وأمه ناموا برا، والصبح دلا على الطريق وقال له منا ترجع للديرة. الملك قال له من تحتاج شي تعال بالديرة أنا معروف، ما قال له أنا ملك. هذا من رجع وتلقت ناسه وقص عليهم القصة، قال لهم هذا الولد بيش أكافئه شلون أكرمه. واحد قال بكان النعجة أعطيه 1000 نعجة، قال قليل. والثاني قال ابني لبيت يمك، قال قليل. ويزيدون ويقول قليل، قالوا الأمر يمك أنت شو تقول؟ قال لهم هذا كون أنطيه كل شيء عندي الله يجازي. ليش؟ قال إذا في المقابل هو أعطاني كل شيء اللي عنده، كل شيء اللي عنده هاي النعجة وهاي الخيمة اتنازل عنهن وانطاني اياهن، أنا كون في المقابل أعطيه كل شيء اللي عندي. زين تعال أقول لك، احنا كنا عبيد الله والالله ما نملك شيء، لكن الله اختبرنا، اكو ناس هالدينار ما ينطون صدقه تقرب الى الله، ما بالك بالحسين الذي اعطى كل ما يملك في سبيل الله وكان يرى التقصير في نفسه، بنته واولاده وعياله واخوته واصدقائه وبيته حرقه، والجود في النفس اقصى غايه الجود. هذا اللي رفع شان الحسين، قال له ابو علي تموت عطشان، أخلي الشيعة يبكون عليك إلى يوم الدين، يروونك من دموعهم، حرقوا بيتك أبو علي أخلي لك بكل فريج بيت. وحسينة ظليت 3 أيام ما دفنوك، أخلي الوادم مع تطور الزمان عن ويجولك مشي، انت غالي علي يا حسين. وويله وراح تشوفون قدر هذا حبكم وولائكم. هناك يقول الإمام الصادق يقف جدي الحسين يوم القيامة على صعيد وحده ورأسه بين يديه وجراحاته تشخب دما، ينادي إلهي نجي شيعتي. بس أرد أسألكم سؤال خصوصا أخواني الشباب، اليوم من طلعتوا ملابسكم السود ولبستوها شنو كانت حالتكم؟ شو تقول لنفسك؟ مو تقول هذا عزيزي هذا مولاي، هاي أيام حزن وعزاء وألبس مهدوم السوء وصيحا حي على العزاء. خويا أنا وأنت ما شفنا المصيبة وهيك نتأثر، شو تقولون من دارة السنة على زينب وشافت هلال محرم هل؟ ويلي تصيح قديت يا شهر المحرم وبيت من الزلم خالي. اي على امرك بخدمتك ان شاء الله. قديت يا شهر المحرم وبيت من الزلم خالي، بين بالسمع هلالك وانا غايب هلالي، من تطلع ومن تغيب أذكر غيبة الوالي. هلا بيكم. أنت بالمصايب جيت وإحنا بالحزن جيناك، البيت جارح اسمعه خويا وشق اللي يوقف على الباب، رد إخوان ما عندي ما عندي راح مضيف الغربة بجية والدي وجدي، شقولين ما تبو السجاد
يا دار الأهل ردي وبشي يا يتيم الناس مات الوالد اللي يرعاك. آه وامتدت على فراش الحسين تمنية حليم واقعد بحلمي وافز من نومتي والقاك يمي خويا واشب قلنك واشم من ريحة امي ابو علي عمور ما فارق يا تكبير تذكر يوم كنا صغار من حضن امي الزهرة الجوانح حدر الكرة عيوني تبحر بوجهك وقلب وياك ليل نهار تحكي يا زينب والليلة بتشينا مولاتي بالله ذكرينا موقف من مواقف كربلاء اللي ذكرتيها اول ليلة الحادي من محرم قالت من طلعت وقفت قبال الحسين قلت له أمرني يا أبو علي آه صاح إن كان اللي عندك دواء داوي جروحي بالعجل يا زينب قبل ما تروح روحي. اسمعكم طول الون الله يطول عمرك ايام عزاء ان كان اللي عندك دواء داوي جروحي بالعجل يا زينب قبل ما تروح روح وان كان ما عندك دواء للخيام روحي بار اليتامى والنساء يا هاشمية ولا وان كان يمكن يا العقيل اجيب يضلال لي ودي للعليل يجيب شيئا خويا تخلوني اموت انفاق الارماء وانا العزيز وهاي ساعات المني قبل لا اقرا هالبيت المؤمن اين الصارخون خويا 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 البيت عليك ها ردي الخيمة قالت ردي الخيمة قالت الخيمة ردي عيالي قالت عيالك سبو ردي عيالي ردي اسكي انا قالت اسكي انا اضربه ظلينا كلنا في طفوف الغاضري وسيدا حتى لو تعبكم بعد خمس دقائق واسالك الدعاء ويلي 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 وتركت الحسين وين يا ابنة علي صحوا عليها صحت يا ناس درب المشرع منين عطشان خي يا مسلمي يا مسلمين انا قصدي بجيب الماي لحسين قعدت يمه زينب ذبي علي ردائك ورجعي
شوفوا مو تعاتبوني انا احكي ابيات حاره وتجرح، خلك انت لا عجبك البيت ابكي بيه. قالت خويا براقعنا خذوها خذوها، احكي وياي وسكنا العزيز السن ولا والله سكنا العزيز يا سلبو. سمعت أرد أسمع ذوقكم والعقول من عدها اندهش، لا تسولف لي ترى قلب خمش. قال زينب رح تموت من العطش، كبدتي صارت أحر من الجمر. آه آه وويلا. يلا هاي بيتين الدعاء. نظرت زينب صاحت يلي حدية بناقتي بهبة وسكينة، دقيت صدرك يوم فارقنا المد، هاي الضغينة تسير يا حامي الضغينة، وقدامي راس حسين خي فوق عسى. بعد بعد ما ترد علي جواب يا ساقي العطاشة، ترضى أخوك يموت مفتوت الحشاشة، ترضى أخوك الرمل صاير له فراشة. يلا هاي بيتين الدعاء. ولا قالها العتب يا اختي على العين وعلى الراس، رغم العذر عتبي يا زينب على العبا، بس لا تقول حسين ظال جثة. ايه خادمك على امرك بخدمتك يا اختي العتب والله على العين وعلى الراس، ورغم العذر عتبي يا زينب على العبا، بس لا تقول حسين ظل جثة فوق الترب مصروح للجنز ولا انشاء. قبل لا اقرا بيت الدعاء اين الصارخون، وان شاء الله على اثر هالبيت يا ابو علي شفاك باذن الله وقضى حوائجكم. ولا صاحت اذا ما تحتمل تسمع بامره، وياي وياي صاحت اذا ما تحتمل تسمع بامره، اش حال اللي شافت شمر متربع بصدره، ثلث القلب شفته طلع من خرس. ولا قلت اختم انا اسمح لي اقرا بعد بيت. والفاج دعاد التعازة، العربية اللي موت وليها موش يعازونها لولا. والفاج دعاد التعازة، والشمر ويزين بتوازة قدامها يدوس الجناز. واويلا. وتنثني تارة تدعو عشيرتها من شيبة الحمد أشياخا وشبانا. أبو صالح يجي الرادود الآن لو أسوي دعاء. بسم الله الرحمن الرحيم. أما يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء، أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء. أصواتكم أخواني. أمن يجيب المضطر
احسنت. يا سريع الرضا اغفر لمن لا يملك الا الدعاء فانك فعال لما تشاء. يا من اسمه دواء وذكره شفاء وطاعته غنى ارحم من راس ماله الرجاء وسلاحه البكاء. يا سابغ النعم يا دافع النقم يا نور المستوحشين في الظلام يا عالما لا يعلم. اطلبوا حوائجكم وخلوا الحاجة الرئيسية اللهم احفظ مآتم الحسين من شر الأشرار واجعل هذا البلد آمنا من كل سوء يا إله العالمين. وإلى من مات على الإيمان الفاتحة مع الصلوات.